أحسن تعرف على طريقة وكيفية حل مشكل فيسبوك يستمر في التوقف. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على فيسبوك خاص بكم، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن فيسبوك خاص بكم، سوف يظهرنا على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم فيسبوك. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديو قادم إن شاء الله.